رايحة عند هايبر؟ إن شاء الله. صباح القشطة عليكم. حضرتك أساسا من أكتوبر ولا منين؟ مالكش فيه ستي، مالك؟ أنت سوق وخلاص، مالكش فيه خالص. ألو يا في ياض، في مالك وازاي عليك كده؟ إيه فين اللي حصل؟ ايه ده، فين الكلام ده؟ طيب طب وايه اللي حصل معاك؟ ايه اللي حصل معاك قول لي. طب وروي، روي في حد قرب له؟ الصلاة على النبي، قام بالواجب يعني؟ قطعهم كلهم؟ عيب، انا قلت لك روي، انا قلت لك روي بالصلاة على النبي، هيقوم بالواجب في اي مصلحة. طب ايوه انا داخل، انا رايح على هايبر كده، ممكن اخدك في طريق. احنا مبين منين؟ اخلع وابقى ثواني يا ماما، معاه تليفون ثواني. ابقى منهم، ابقى منهم وتعالى، انا هعدي اخدك في الطريق. يلا سلام سلام. اهم حاجه روح، خلي بالك منه، هو حد ياخده من، ما حدش يعرف تعمل معاه. يلا حبيبي سلام سلام. يا ستي ولا بهددك ولا حاجه؟ انا لا، انت كده بتهددنا. رول ولا مش رول؟ ما بيهمناش حد. روي ايه بس؟ يا صاحبي كان في حكايه والدنيا الحمد لله حلت. ما بهددناش برضك انا يا ستي. حد هددك ولا اكلمك يا ستي؟ اه ما انت كده بتهددنا. لا 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 يا ستي، ولا هددتك ولا جيت جنبي. انت ضايقنا اصلا. ما تزعلش، هو انا حد كلمك؟ روقي على حالي. انا بقول لك ايه، انا هرك ازرع النهارده. بقول لك ايه، سوق انت ساكت. ماشي سوق انت ساكت. حاضر. خلاص حاضر. انا هطلع الفاظ مش كويسه، انا ما ببقاش على حد. تقول لي يا ست واحنا مرتبطين عشان تبي عليا وما بقاش عليك. يا عمي مش الله كلامك كده، ما بعرفش في ايه، انت واخد حاجه ولا ايه؟ احنا مش عايزين استعباط. انا ولا باخد حاجه ولا بدي حاجه، استغفر الله العظيم. انا مطوله. طب اقول لك، طب اقول لك على حاجه. الدنيا مش محتاجه. وحياة امك. اقول لك على معلومه، انت هتستقبل. الدنيا مش مفهومه. هغلط. طب استاذنك بس اخد معايا صاحبي شقي، اخده معايا. لا ما اخده معاك. ايه اللي تاخده معاك؟ احنا عايزين نمشي، ننزل من التاكسي ده اصلا. ما تخليش اعزقك. اركب يا رور. مين رور ده؟ اركب يا لور. طب ما تجيب لنا رور يا اخويا. ايه اللي حصل يا رور؟ ضربوني وما ربوني. مين اللي ضربك يا لور؟ وعملوا ايه؟ عملوا ايه في روي؟ روي حبيبي ماله كش كده ليه؟ كش ده هو اللي خلصني يا كبير. ده لولا روي الله يستره دخل. انت كنت لغيتهم في ان الحدرفنشه بيخنشر والكيري قافش. طب ما انا كنت هعرف منين غفلوني يا كبير. طب ما كنت لاغيهم وقول لهم كلمه السر، الكيري قافش. الكيري ما طلعوا مش عارفين. معلش بقى اخدي لمؤاخذه، انتوا قاعدين معانا شويه. اصبري بقى اختي اما نخلص الحوار ده. انتوا معانا في الحوار. لا 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 مفيش اسئله ولا وصول ولا بتاع. بقول لك ايه، بقول لك انت من ساعه ما ركبت وانت عامله نوه. لا 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 انا ما بيهمنيش. اقعدي بقى ساكته. على حرام، على حرام الدين اطلع عليك روش. بس ما بقول لك ما تمديش ايدك. ده كان جامد، انت ما اعرفش ليه. يا عم احنا مش عايزين نركب معاك، انتوا ايه ده؟ عامله ده كان علينا، مش فاهم ايه. بس انا اقول لك على حوار، انت هتيجي معايا دلوقتي هتعملي ان انت امي. لا والله ما بعملها. لا 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 بيستك عليه، بيستك عليه. بس يا ولاد، طب روي فين؟ اوعي يا ولاد، عاملين لك الشنجيبي. روي الشنجيبي يا حبيبي. حرام عليك، انت حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. عايزين نمشي واحده. روي تعالي، حرام عليك. لا يا رب، لا هم، يا روي كلهم. روي لو طيرت عليك ده سوبر روي. ده بس بس ده مقلب، ده مقلب، واحنا بنهزر معاك. تعالوا اتفضلوا. استقبلوا ولا ايه؟ مقلب 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 مقلب. انا بنهزر معاك بالراحه بس عشان في الشارع. ثواني. لا لا ثواني ثواني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت رايح فين في الهرم؟ اقول لك انت رايح فين. تقول لي انا رايح فين؟ رايح قول لي انا رايح فين. رايح المساحه هرم. يعني جنبها. يا قيوم الله اكبر حي لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك.
اسمك كلمني مصطفى. ما شاء الله ما شاء الله انا زول فلك مصطفى مش بس قطيع مصطفى 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 ما شاء الله مصطفى يا ابني انت عندك مشاكل؟ ايه هي مشاكل؟ ليه مشاكل كبيرة أوي كبيرة أوي وداخل على أزمة نفسية محبطة 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 لا إله أنت شغال إيه سواء تاكسي ولا إيه؟ علي السكوت وعليك الكلام وعليك السمع وعلي السؤال عليك السمع وعلي السؤال أنت بتمر بأزمة مالية ومين في البلد ما بيمرش بأزمة مالية؟ كده جبت التايهة يعني؟ وعندك مشكلة كبيرة هي مشكلة الأم في حياتك أنت بتحب واحدة اسمها نرجس نرجس دي جارتك ساكنة في العاشر أنا ما عنديش دي معاشر أساسا في مش في العمارة بتاعتك في العمارة اللي في وشك لا 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 اوعوا تأذوه اوعوا تأذوه الله أكبر حي مدد مدد يا رب مدد مدر عدد مدد مدر عدد لا اله الا الله يا عم ركز في سكتك يا عم مصطفى يا ابني انت عندك مشكله بستر عليا ربنا يا ابني اللي بيستر مع الشيخ الحالك اللي طريقه كله مسالك بفضل الله بفضل الله تعالى الله اكبر ايه تبقى كده ان شاء الله انا مش هروح صيدليات تاني ماشي ماشي تعريف واحد اسمه البراغيتي الايه البراغيتي 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 تصدق تصدق والله هزر هزر براحتك عمال نهرش ميه البرغيتي تاريني امبارح وانا نايم البرغيتي 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 سمته الأساسية هي القرص السريع المريب قرص سريع مريب بتعرف واحدة اسمها أمل دي أخت نرجس؟ لا بنت خالتها ما تنكرش ما قالتليش على أخت خالتها تنكرش يا عم وانا قادر على نرجس لما اقدر على اولاد خالتها وانا اخش على العيله كلها هي نرجس بس خلاص الشيخ الحايك اللي طريقه كله مسالك وحشني يا شيخنا وحشني يا شيخنا وحشني يا شيخنا عرفتك وحسيتك وشميتك اركب اركب يا ولدي يا شيخنا اركب يا ولدي اركب يا ولدي افتح يا شيخنا اركب يا ولدي اه يا شيخنا اركب يا ولدي اه يا شيخنا بركاتك يا مولانا بركاتك يا مولانا هاي لا اله الا الله مربوط بقالي 20 سنه يا مولانا من غير ما تقول عارف مربوط بقالك 20 سنه ايوه يا شيخنا ولفيت على مشايخ مصر كلها كله يا شيخنا وقابلت عيل صغير عنده 12 سنه قال لك روح للشيخ الحالك الشيخ الحالك اللي كله مسالك قعدت تدور كتير من الصعيد لحد اسكندريه حصل يا شيخنا حصل قابلت في الطريق مهالك قابلت في الطريق جبال وديان وتلال حصل يا شيخ عديت قاومت بلعتك الارض النعمه واللي طلعك منها كان معاه جمل اشقر حصل جمل تحس انه مهجن روماني على افريقي بركاتك يا شيخنا حصل قابلت في الطريق بنت اسمها عابري حصل بص في عينيا كويس بص يا عم السكه بص في عينيا قوي يا عم بص في عينيا ما تقلقش بص في عينيا بص بص هو عيدك ما تلمسوش انت خالص لا اله الا الله شوت علي بص عليك يا اسف ايه يا عم انتوا مجانين ولا ايه؟ اوعى تمد ايدك انتوا حراميه اصبر عليا فك الرقم فك يا فريد فك يا سنجيب سنجيب لا انتوا شوية نصابين انتوا الاثنين اتفكت الرقم اتفكت يا عم اتفكت
اتفكت. الله اكبر. توت. يا عم سيب، نزل ايدك يا عم. اركب قطر صغنطوط. الله اكبر. اركب قطر صغنطوط. ارجع اروح اركبه هناك بعيد عن ما يتقال. اركب قطر صغنطوط يا عم. بقول لك ايه؟ افتح الباب. انت عندك هبوط. انا عندي هبوط في الوقت. عندك هبوط في الزعبوط. يا عم انت مال امك، انت عندك هبوط في الزعبوط. عندك احباط تحت البار. اركب قطر صغنطوط. الله يبارك لك يا شيخ. يلا يا عم. يلا يا عم. بس خليك معايا. نزل ايدك. حالك. بقول لك ايه؟ ايه ده عليا؟ اوعى. حرامية. 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 انا لازم اطلع اللي عليك. انت حرامي. انت شرط رش مجنون. هاكل وراك. هاكل وراك. عشان تجيب ورك نبله صغير تحطه عشان تسيب نرجس. النهارده نرجس مش هتحل لك. نرجس مش هتحل لك يا مصطفى. ده انا هعمل فيك زي ما بعمل في نرجس. يلا. اوعى. بس بهزر معاك. بص الكاميرا. بس والله بص الكاميرا من زمان، والله العظيم ده من زمان، ده من كوميدي اسمه كريزي تاكسي.